احنا يابا فهمت عليك، فهمت علي؟ تحريكتين ومدون ما يقول لك اضرب نفس بيطلع عندك صوت الجهاز؟ بيطلع عندك صوت الجهاز؟ طبعا حنادي انا هات 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 الميكروفون هقول له اعطيني على البيت اللي بوجهك ايه بس بيت طابقين يلا بحكي بالسوري ها؟ ايوه حلال ماشي وانت مال بس الصوت ليك وين الجهاز وين الجهاز؟ لا بجيتك شيل الجهاز من هنا فين الجهاز انت بدك تحكي معه؟ ايه مع الرامي تكون بعيد ماشي يلا سيف لو شوي بس ها ما تضرب فبره لا 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 بس الصوت بده يطلع قوي مش بس انا دقرني بقول لك بس خليني اخذ اول شيء انت بس تبلش اعطيني ايه اعطيني الامر من عنده انا بقول لك بس اعطيني الامر يا باكر 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 ارسل ارسل يا صاحبي ارسل على عادي حبيبي الله يعافيك لك في عم تحرك بسيط بالباب البيت اللي عندك فوق على الطابقين المبنى امامك الطابقين او الطابقين طابقين احسن اوكي لانه الطابقين طلعت لبنانيه يلا يا زكريا زكريا بطير ارسل يا صاحبي ارسل روي 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 العافية الهدف امامك فورا الطابقين في حركه نفذ فورا فقط يلا ساند باي يا باكر 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 ارسل يا صاحبي ارسل والله في عندك حتى البطن الطابقين في عندك هذا ترميه توكلنا والله ارسل يا صاحبي ارسل قال لي شوي رامي تفرج قال لي شوي بس ماشي تكرم